اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، واسعد الله اوقاتكم بكل خير. يسرنا في هذه اللحظات ان نلتقي بالاستاذ نايف الاسمري، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركه رشات السكر، واحد المكرمين من رواد الاعمال الاكثر ابداعا في المملكه العربيه السعوديه لعام 2014. حياك الله. يا اهلا وسهلا. استاذ نايف، ماذا يعني لك التواجد في قائمه فوربس لهذا العام؟ والله الحمد لله، يعني هذا التكريم دعم وحافز للعمل والإبداع مستقبلاً، والحمد لله والشكر على هذا التوفيق من رب العالمين. بالتأكيد واجهتك تحديات ولحظات صعبة في مشوار نجاحك، يريد تحكينا عنها. طبيعي كبداية أي عمل يعني في هذا النشاط واجهتني عدة صعوبات، يعني قلة الخبرة والإجراءات العارف الحكومية والروتينية، والحمد لله بفضل الله قدرنا أنه نتجاوزها الحمد لله. جميل، كيف تغلبت على هذه العقبات؟ والله في البدايات أنا عملت خطة بسيطة، أنه حيث أنه أعاني من النقص بالنسبة لهذا النقص العمالة، أنه كنت أشتغل أنا بنفسي، من سواء صانع للحلويات وإلى كاشير أو محاسب إلى مدير الفرع، وتمكنت الحمد لله من النجاح خطوة بخطوة ووفق رب العالمين الحمد لله. برأيك ماذا تحتاج المملكة العربية السعودية لتعزيز فرص الاستثمار أمام رواد الأعمال؟ والله بالنسبة للفرص أنا أشوف أنه يعني تذليل العقبات والصعوبات على الشباب للدخول في هذا النشاط، وإعطائهم أولويات في مجالات الاستثمار ومجالات العمل، من ناحية سواء من تمويل أو من ناحية تسهيل إجراءات الخدمات الروتينية الحكومية موجودة. شكرا أستاذ نايف لإعطائنا فرصة من وقتك. حياك الله يا شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.